حلقتنا النهاردة هتكون عن الحاجات اللي ممكن النرجسي يعملها لك لما يبدأ يحس انه بيفقد السيطرة عليك، وبتبدأ انت تعرف حقيقته وتكشف اساليبه المتلاعبة ويلاقي انها ما بقتش تجيب اي نتيجة معك. في حاجتين مهمين جدا يا جماعة، ودول اكتر حاجتين ممكن النرجسي يعملهم لما يحس بالحكاية دي او بالموضوع ده، لما بيحس انك بدأت تضيع من ايده. واول حاجة انه هيبدأ يتعامل معاك بمنتهى عدم التعاطف، اسلوبه معاك هيكون في منتهى القسوة ومش هتصعب عليه ابدا في اي حاجة طبعا هيعملها فيك. الحاجة التانية كمان انه هيستمر في محاولاته لاستعادة سيطرته عليك باي شكل وباي طريقة ممكنة، وهيحاول يرجع يتحكم بيك مرة تانية. ونتيجة للي بيحصل ده هما حاجتين مهمين جدا، وهي انك ممكن تكون ما عندكش فكرة ازاي تعرف تتعامل مع الشخص اللي معاك ده ويبدأ يستعيد السيطرة عليك مرة تانية، وبالتالي تكرار دورة الاساءة النرجسية معاك. اما النتيجة التانية او السيناريو التاني المتوقع، وهو انك بدأت فعلا انك تعرف الشخص النرجسي ده على حقيقته، وقدرت تفهم انه بيحاول يتلاعب بيك وبيسيطر عليك تاني. وده اللي هنحاول نركز عليه في حلقتنا، انك فعلا بدأت تفهم الامور ماشية ازاي، وقدرت تفهم حقيقة اللي بيحصل معاك، وهتبدأ تاخد خطوات لحماية نفسك والبعد عن الشخص ده، بانك تبدأ تحمله المسؤولية عن حاجات وتصرفات غير منطقية بالمرة، علشان تفهمه وتقنعه انك خلاص ما بقاش عندك استعداد انك تكمل في علاقة بالشكل ده. الحاجة اللي مهمة جدا انك تكون عارفينها وتكون متأكدين منها، ان النرجسي مش ممكن ابدا هيبقى مبسوط لما يعيش حاجة زي دي. مش ممكن ابدا هيتقبل انك بعد ما كنت خاتم في صباعه ومن ايده دي لايده دي، وانك قابل للتلاعب بيك في اي وقت وباي شكل، اتحولت دلوقتي انك بقيت شخص تاني خالص، شخص صعب السيطرة عليه بعد كده. علشان كده حلقتنا هتكون عن رد فعل الشخص النرجسي ده على اللي انت بتعمله ده وعلى موقفك منه. كمان مش عايزك تتفاجئ من ردود الافعال دي، لان دي حاجة تخصه هو كشخص مسيء ومؤذي. الشخص النرجسي يا جماعة ما بيقدرش ابدا انه يتعامل مع عدم قدرته على السيطرة عليك لفترة طويلة، واقرب رد فعل منه هيكون هو الغضب، والغضب هيكون بشكل شديد جدا، وتقدر تقول ان تحت الغضب ده ممكن تتوقع اي تصرف يخرج النرجسي بيه الغضب ده، لان لازم تبقى فاهم ان انت كده دست على زرار خطر جدا عند النرجسي، وهو انك دست على غروره المبالغ فيه، وده اللي مش ممكن النرجسي هيقدر يتقبله بسهولة. بيبدأ النرجسي ينفذ بعض الاساليب كده معاك في محاولة منه لاستعادة سيطرته عليك وتحكمه بيك مرة تانية. الغضب اللي النرجسي بيكون فيه ده يا جماعة هيكون متحكم تماما في كل خطوة بيخطيها معاك، حتى ولو كان بيتوسل ليك هيكون جواك غضب رهيب جدا بسبب الحالة اللي بيمر بيها، لكن هو كل الحكاية انه هيكون مضطر انه يتعامل بطريقة هادية شوية على امل انها تجيب نتيجة معاك ويقدر يستعيدك تاني. علشان النرجسي يتوسل ليك او يبدأ يغير من اسلوبه القاسي شوية معاك بيكون مجرد تلاعب بيك عاطفيا، وكمان ممكن يعيشك في حالة من الاعجاب بيك او اهتمام كبير، علشان يبدأ يضغط على اعصابك وعواطفك وتضعف قدام محاولاته دي تاني. بيحاول النرجسي جدا وشاطر جدا في الموضوع ده انه يحول نفسه لضحية، وانه بيمر بمشاكل اثرت عليه، وان اللي كان بيعمله ده كان بدون وعي منه. لما النرجسي بيعمل كده بيلعب على تعاطفك وحساسيتك واهتمامك بيه، وبيكون عنده امل كبير جدا انك فعلا هتبلع الطعم اللي رمهولك، ولو ده حصل هتبقى انت فعلا مش فاهم ان اللي معاك ده شخص نرجسي مدمر. مجرد نظرتك للنرجسي على انه ضحية هيخليك ما تقدرش تشوف ابدا اللي بيحصل معاك ولا حقيقة اللي بيتم ده، وللأسف هتقع في فخ النرجسي مرة تانية. النرجسي بيكون مذاكر شخصيتك بشكل بارع جدا، وبيكون عارف يدخل لك منين، وبيكون عارف الطلب اللي بيكون عايزه منك بيقدر يحصل عليه بأي طريقة، وازاي يخليك تنفذ له طلبه ده وبسرعة. اساليب كتيرة جدا بيعرف يلعب معاك النرجسي بيها، زي انه يشيلك الذنب او انه يتلاعب بيك ويلعب بعقلك علشان يفهمك حاجات مش حقيقية ناحيته ويخليك ما تشوفش حقيقة تلاعبه بيك. المصيبة الكبيرة بقى لو حصل انك فعلا قدر يضحك عليك ويفهمك انه فعلا انسان عادي، وان اللي كان بيحصل منه ده كانت حاجات عادية. الحاجات العادية دي يا جماعة لما تكون مرة او اتنين مش بعد اساءات متكررة وتجاهل لمشاعرك وعواطفك، الحاجات دي بتكون باستمرار، وتيجي انت تقول لي ان دي حاجات عادية او ان ياما بيحصل، لازم تكون فاهم ان اساليب النرجسي ممكن تختلف من شخص لتاني او حسب درجة القرابة اللي بينك وبينه، اذا كانت زوجية او اسرية او صداقة،
ولكن الهدف عند النرجسيين واحد، وهو الوصول للسيطرة والتحكم بيك. احتمال كبير جدا انك تلاقي النرجسي بيوعدك بانه هيتغير وهيبقى انسان تاني، لدرجة انك ممكن يقنعك ان انت كمان جواك حاجات عايزة تتغير علشان ما يتكررش اللي حصل ده. يعني برضو انت الذنب عندك انت، وانك لازم تشيل مسؤولية عن اللي حصل ده. مش ممكن النرجسي هيتقبل ابدا انه يشيل المسؤولية لوحده عن اللي حصل بينكم، لانه عارف نفسه انه هيكرر وهيعمل اللي عمله ده مرة واثنين وعشرة. فلازم يكون مجهزك نفسيا ان انت كمان عندك مسؤولية وعندك اخطاء كانت سبب في اللي حصل بينكم ده. من ردود افعال النرجسي ويمكن من افظعها واصعبها لما يبدأ يفقد السيطرة عليك وتحكمه فيك، انه يبدأ يستخدم معاك طبعا حملات تشويه السمعة، زي انه يتكلم عنك بطريقة سيئة، وكلمنا عن الموضوع ده كتير جدا، بانه ينشر شائعات عنك، بيبدأ يفهم الناس ان المشكلة بسببك علشان يبدأ يحرف الحقائق ويفوت عليك فرصة تعاطف الناس معاك، ويبدأ يلعب على الناس نفسها ويتلاعب برأيها فيك. حريص جدا النرجسي على ان ما يكونش في حد جنبك يدعمك او يسندك في الوقت ده، علشان يخليك تعيش في وحدة ويبعد الناس عنك. علشان يعمل كده النرجسي هيألف قصص من خياله كتير جدا عنك. القصص دي بيكون كل غرضها انه يخلي شكلك قدام الناس دي مش كويس، علشان محدش يسمع لك ومحدش يتعاطف معك. بيكون كل هم شخص نرجسي انه يخليك انسان سيء، ويخلي كل اللي حواليك يختلفوا معك، علشان تبدأ تحس بالعزلة في النهاية، وتبدأ تقتل نفسك تفكير في اللي حصل لوحدك، علشان تلوم نفسك في النهاية وتبدأ تفتكر انك فعلا كنت سبب للمشكلة اللي حصلت. اللي هيزود عندك المشكلة دي وهيخلي الاحساس اللي بتعيشه ده صعب جدا، لما تلاقي فعلا ان في ناس بدأت تستجيب لكلام النرجسي عنك وبدأت تبعد عنك، وده اللي هيزود عندك احساسك بعدم الامان، والنرجسي بيكون عارف ده وحافظه كويس جدا. اللي بيحصل ده يا جماعة عبارة عن شكل من اشكال العقاب من النرجسي ليك، وده بيعرفك قد ايه ان الشخص النرجسي ده شخص انتقامي بشكل بشع. مصيبة النرجسي الكبيرة لما بيفقد سيطرته عليك انه ما بيعرفش يتعامل مع الامور بشكل طبيعي، وده اللي بيخليه يوصل للانهيار بسرعة، بتكون تصرفاته غير مسؤولة او محسوبة. وده حال النرجسي اصلا لما ما يقدرش يحصل على حاجة معينة، او لما يبدأ يحس ناحيتك انك ما بقتش بتهتم بيه زي ما هو متوقع. بيتعامل النرجسي زي الطفل بالظبط لما بيحس انه فقد لعبة معينة او عايز حاجة معينة ومش قادر يحصل عليها، بيبدأ يبكي او يصرخ بغضب علشان يقدر يضغط على اللي حواليه انهم يلبوله طلبه او يجيبوله الحاجة اللي هو عايزها دي. لكن اللي بيختلف عند النرجسي عن الطفل ان الطفل اخره انه يبكي او انه يصرخ كنوع من الضغط على اللي حواليه، لكن النرجسي بيتحول مع الموضوع لشكل انتقامي من الدرجة الاولى، لما تلاقيه بيبدأ يشهر بيك ويقلل من قيمتك ويحقر منك ويسوق سمعتك قدام الناس. واكيد الطفل مش هيعمل الكلام ده، فالنرجسي تصرفاته وردود افعاله على فقدانه للسيطرة او التحكم بيك بيكون كل هدفه منها انه يحس ناحية نفسه بانه احسن وافضل، لان اللي حصل معاه ده كان اهانة لغروره وشخصيته بشكل بشع. زي ما قلنا من شوية، النرجسي مش هيسيب اي تصرف او اجراء يعمله معاك يكون محتمل انه يوصله لهدفه في استعادة سيطرته عليك غير وانه هيعمله. ممكن كمان النرجسي يقطع التواصل معاك تماما لو حس ان قطع الاتصال بيك ده هيأذيك او هيتعبك. النرجسي عنده في جرابه حاجات كتير جدا بيختار منها المناسب حسب الموقف اللي بيعيشه معاك، واللي هيحس ان هو فعلا ده اللي هيأذيك ويضغط عليك ويخليك تتراجع عن موقفك معاه. بيعرف يختار كويس جدا الاسلوب المناسب لضحيته، وبيعرف يختار الطريقة الناجحة في التعامل معاها، لكن طبعا الكلام ده بيتوقف على الضحية نفسها ومدى استجابتها ومدى فهمها لاسلوب او اساليب النرجسي دي. يعني لو ضحية وصلت لانها فهمت خلاص طبيعة الشخص اللي بتتعامل معاه ده، مش هيكون في اي استجابة منها او رد فعل ناحية رجوعها لدائرة الاساءة دي مرة تانية، هتكون فهمت اللي بيحصل معاها ومش هيبقى عندها اي استعداد لتكراره مرة تانية، وهترفض وبشكل قوي جدا كل محاولات النرجسي، وحتى تصرفاته وردود افعاله دي مش هتشكل عندها اي اهمية. لازم يكون عندك فكرة ومعلومة عن الشخص اللي انت بتتعامل معاه ده، والاساليب المتوقعة منه معاك علشان تقدر تستعد ليها وتواجهها بشكل ناجح. اساليب النرجسي رهيبة جدا يا جماعة، وفي منتهى الصعوبة على اي حد، وبسبب انك بتتعامل بفطرة سليمة هيحصل منك ردود افعال لا ارادية على الحاجة اللي بتتعبك او اللي بتأذيك منه،
وده بيكون في مرحلة معينة لما بيكون ما عندكش معلومة كافية عن اللي انت بتمر بيه. لكن صدقني لو عندك خبرة وفكرة عن اللي بيحصل معاك بالظبط هتقدر تتعامل معاه وهتتجاوز اللي بيحصل ده وبأقل مجهود منك. بتبقى في الوقت ده قادر على انك تتحكم في مشاعرك وردود افعالك بشكل صحيح، وتبدأ تحرمه من غذائه ده، وتعرف بجد انك تنتقم منه على اللي عمله فيك. افضل انتقام ليك من النرجسي هو انك تصمت تماما وتتجاهل اي تصرفات منه وتحرمه للابد من غضبك، وتعيش حياتك في منتهى الهدوء والسلام. ده اللي هيخليك تقدر تفرض حدودك الخاصة بيك وتعرف تتعامل بذكاء مع مشاعرك والمواقف اللي بتقابلها في حياتك من اي حد. لان صدقني مهما كان اللي بتشعر بيه ومدى الالم اللي بتحس بيه او مدى غضبك من اللي بيحصل معاك، فما فيش اي لازمة او فايدة من انك تناقش الشخص اللي سبب لك الالم ده، ولا تتكلم معاه حتى، ولا تسأله ليه عمل معاك كده. لان اللي بيعمل معاك كده مش ممكن يكون انسان طبيعي او بيحب بجد. اللي بيحب حد يا جماعة ما يأذيهوش وما يقلموش، بالعكس بيخاف عليه جدا وبيخاف على مشاعره وبيهتم بيه بدون شرط او مقابل.